فرسان الإسلام قناة الرائعة تقدم لكم سير العظماء والأبطال والفرسان في التاريخ الإسلامي. رجاء الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قصة ظريفة حصلت ما بين الخليفة المهدي أمير المؤمنين وبين أعرابي. فذات مرة كان أمير المؤمنين الخليفة المهدي مع حاشية خالد بغداد يصطاد، وقد أبعده فرس عن الطريق ووصل به إلى بيت أعرابي كريم فقدم له التمر واللبن فهو ضيف. وكان العربي لا يسأل الضيف عن اسمه وسبب مجيئه إلا بعد 3 أيام، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. بعدما شرب الخليفة المهدي قال له: أتدري من أنا؟ قال له الأعرابي: لا. فقال له: أنا من جنود أمير المؤمنين. فذهب الأعرابي وأحضر له مرة أخرى لبن وتمر فأكل وشرب الخليفة، وقال له: أتدري من أنا؟ قال له الأعرابي: ألم تقل لي إنك من جنود أمير المؤمنين؟ فقال له الخليفة: أنا أحد قوات جنود أمير المؤمنين، من أحد القادة. دخل الأعرابي إلى بيته وأحضر له لبن وتمر، وبعدما شرب الخليفة قال له: أتدري من أنا؟ فقال له الأعرابي: ألم تقل لي أنك أحد قوات جنود أمير المؤمنين؟ فقال له الخليفة: أنا أمير المؤمنين. فدخل الأعرابي وأحضر له طبق التمر وقربة اللبن وقال له: خذ هذا كي لا تدعي أنك رسول الله. هذه قصة حدثت بين أحد زرفاء العرب وبين الخليفة المهدي. نرجو أن تنال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.